اقعدي بقى كده واحكي لي على كل اللي حصل في المنطقة النهاردة بالتفصيل، مش عايزك تسيبي حاجة واحدة بس كده. ماشي، عايز نبدأ لك من الشارع من أوله ولا من آخره؟ لا، عايزك تبدأي لي كده من أول الشارع وأنت داخلة على الهنج، واحدة واحدة وبره. إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ مين طلق؟ مين مات؟ كل حاجة بالتفصيل. أول حاجة أنا دفعت 10 في المجاري. 10 جنيه مجاري؟ ليه؟ المجاري اتسدت تاني وجابوا الراجل يصلحها. اتسدت بقى بسبب مين؟ مين؟ بسبب الولد اللي اسمه وليد. وليد اللي على أول الشارع ده؟ إيه، أخويا عامل مزرعة أرانب. إيه؟ يا ابن اللعيبة، شايف الرجالة الناصحة؟ مزرعة أرانب في البلد؟ طب إيه علاقة المزرعة طيب إن المجاري اتسدت؟ ما هو بيقول لك إنه بيرمي البتاع الفضلات بتاعة الأرانب في المجاري. شوف، لا ناس دماغها شغالة. آه، بس برضه إيه علاقة ده بإن هو المجاري دي السبب؟ يا حبيبي الشارع كله بيقول إن هما السبب، يبقى هو السبب، هو اللي بيسده. هو السبب بس يعني. خلاص، طالما عنده أرانب وبيكسب يبقى هو السبب. والعلمة، آه، أنا مش دافع عشرات تاني. لا ولا هو اللي المفروض يصلح المجاري. هو مش عنده مزرعة أرانب وبيكسب فلوس وعلى قلبه قد كده يدفع؟ بيقول لك عنده مزرعة كبيرة. أيوه يا ستي خليه يدفع. يدفع هو الشغل ولا البلد؟ لا، الارانب بتكسب. آه، ايوه بتكسب، ما انا عارف. طيب سيبك من ده، انا عاوز في حد طلع او عايز جنايات، عايز حد يحكي لي. بص، البت بنت ام عبير. ايوه بنت ام عبير، ايه اللي حصل فيها؟ اتطلقت. اه يا اخوي اتطلقت. بجد؟ ليه بقى؟ ايه السبب؟ معرفش، انا سمعت جوزها بيضربها من كام يوم وانا ماشي. بسأل الست اللي هي ست ام نجاح وانا راجعه. قالت لي ان هي راحت عند امها وقعدت طول النهار وما عملتلوش اكل ولا نظفت البيت. بس في رجاله متدخله يعني عشان يصالحوا. ما لهاش حق برضه. لا، غلطان. تسيب جوزها كده قاعد من غير اكل؟ لا، ما لهاش حق. لا، ما ينفعش. بالنسبه بقى لوليه ام سعيد، هو مالها دي؟ في عريس جه تقدم لبنتها، البنت اللي الصغيره الحلوه دي. حلوة ايه؟ ده بنت بريالة لسه صغيرة يا عم. لا، ده بنت عسول. اسكت، انت عارف حاجة؟ ده عندها كام سنة دي؟ ايه؟ عندها كام سنة؟ عندها 18. حلو، 18 سنة وتتجوز دلوقتي؟ ما هي مخلصة الدبلوم يا عم، انت مالك انت؟ هتقعد تعمل ايه؟ ما علينا، المهم كملي. المهم في عريس متقدم لها كده وبيقولوا ان هو متريش حبتين. جد والله؟ اه. هو يا دلع عنده. اه، شفت؟ بيقع فيه. لا، ناس لها بخت. شفت اللي حصل النهاردة وانا راجعة من عند امي؟ عند امك الوليه اللي هناك في الشارع. يا ستي سيبك من شارع امك دلوقتي، احكي لي اللي حصل في شارعنا وبعدين نخش على شارع امك. مش بحكي لك ده وده عشان ما انساش، انت عارف ان انا بنسى. لا، خلينا بس في شارعنا الاول دلوقتي وكملي شارع امك بعدين. المهم، الوليه ام سعيد بتكلم الراجل اللي جنبها عشان تاخد منه الاجهزه بالقسط. قال ايه يا اخويا؟ معهمش فلوس. تاخد منه الاجهزه بالقسط؟ عشان البنت اللي هتتجوز، بيقول لك عريس متريش وهيصرفوا عليها جامد. عندهم مواشي وعندهم ارض وعندهم مش عارف. لا، بتقول لك احنا على قد حالنا. على قد حالنا؟ بتقول لك على قد حالنا. بيقول لك الواد هيجيب لها ذهب ب50,000 جنيه. دول اكتر ناس معاهم فلوس. اكتر ناس معاهم فلوس. اهو ايه، هبعد عنك. هم بس رايحين يجيبوا حاجه بالقسط كده عشان يغزوا العين عندهم. هتلاقي. حتى بقولها يا اختي الدكان بتاعكم بتاع العلايق والحاجات دي بيكسب. قالت لي بيكسب ايه يا اختي؟ ده اللي جاي على قد اللي رايح، ومشاله مش مشاله معرفش ايه. كلام فاضي والله، ولا تصدق اي كلام من ده. ما انا عارفه ان كل العالم ديت على قلبهم قد كده وبيكنزوا. وتيجي تطلبي منهم اي حاجه ولا حد يجي يكلمهم في فلوس ولا اي حاجه، يا اخويا اصل الحكايه والروايه ومعلاش واللي جاي على قد اللي رايح. وهوب تلاقي لما يجي عمال الفرح، هوب تلاقي شادر اتنصب ومعازيم. زي شفت الوليام وليد؟ شفت كانوا عاملين فرح قد ايه؟ مواليد اللي كانوا بيبدعوا الفقر قبل الفرح، وهوب جايبين يعني اغلى المطربين وفرقه وبتاع ومكلفين الفرح وعاملين وشاريين. بيقول لك الفرح ده متكلف 200,000 جنيه؟ اكتر يا اختي، انت غلبانه. 200,000 جنيه؟ بيقولوا، ما انا سامعه. ده داخل ب 300,000 جنيه. يا نهار اسود. بقول لك يا بنت فرح بس. الناس معاهم فلوس وما بتفكرش هو اي كلام كده وخلاص. وانا راجع من الشغل النهارده على اول الشارع، كنت سامع في ناس بتتخانق جوه البيت وصوتهم كان مسمع في الشارع بره. بس هناكت لرب السماء، ناس واقفين بره ماسكين سيوف وسنج وبتاع، شكلها كانت منظره النهارده. لا، هقوم اتصل بالست المساعده اسالها دلوقتي.
ما اعرفش يا ست، مش ناحيه ام سعيد خالص، أمار. ده على اول الشارع. لا يا عم احنا بنعرف كده الاخبار مع بعض. ناس كده انت مش عارف حاجه، انا هقوم اتصل عليها على الارض دلوقتي ترسينا على الموضوع كله. طب ما تقومي تعرفي لي الموضوع ده بالله. ماشي بسرعه. حاضر. واعمل لنا كوبايتين شاي كده عشان نعرف نتكلم يعني. حاضر يا اخوي. انت لسه على فكره انت حكيتي لي لحد نص الشارع. نص الشارع انت ما كملتيش نص الشارع. اصبر بس لما اخش اتصل. طب يلا خش. قالت لك الموضوع كله. قولي. الولا عماد وسمير بقى ابن عمه اللي هم قاعدين في بيت واحد. الولا عماد جابوا عزاله. ايوه نسيت اقول لك جابوا عزاله. المهم هم بينزلوا. جابوا عزاله ايه؟ مش كان لسه ريم فاتحه؟ جابوه بالليل يا بابا في الدرة ومحدش يعرف ومعزموناش. وما قالوش سيبك. المهم ايه الخناقه؟ المهم هما بينزلوا العفش بتاع العروسه، الرخامه بتاعه المطبخ اتكسرت من الواد سمير وهو شايلها مع الناس. فلو ليه بقى عماد بقى ايه جابوا الرجاله وبيتخانقوا وعايزه ايه يشيل ثمنها يعني اللي بتاعه العروسه واتكتبت عليه في القايمه. بس اسكت. ام عماد دي خبيثه خباسه. ايه اللي حصل؟ ما هي جابت العزال في الدراهي في خبس اكتر من كده يا اخي. طب مين السبب ان الرخامه تتكسر؟ ما هي وقعت من الواد غصب عنه هو شايلها مع زمايله. طب يا ستي ما عليها الحوض يعني، هي جت في الخامه. هم يعني عاملين الخناقه عشان كده. يعني كل الحوار اللي انا شايفه دوت من عنده وقفه وسيوف وسنك ده بايته من امبارح بقى. ما الرخامه بكام؟ الرخامه ولا 2000 جنيه ولا حاجه، هتلاقي المطبخ عندهم كبير. عاملين بقى، هتلاقي الواد مش راضي، قال له غصب عني وعايزه يدفع ثمنها. وبعدين اصلها وصلت البيت، وصلت بيت العريس خلاص، العروسه ملهاش دعوه. مش عارفه خطبين له كده يا اخويا هيتجوز من بلد ايه كده؟ مش من هنا، ما بيتجوزوش من هنا ده. ليه بقى؟ قافلين على نفسهم كده، مش عايزين حد يعرف عنهم حاجه ابدا. مش عايزين يقعد، مش عايزين فلوسهم تطلع بره. كل واحد معاه شم يدكن عليهم. فعلا. ده اتجوز بنت عمي، اتجوز بنت خالي. مش قريبته، مش قريبته. مش قريبته؟ لا. يبقى اكيد عيله برضه متعيشه. متعيشه زيهم. معارف مع بعض. لا وايه؟ بين العزال الساعه 9 بالليل والشارع كله نايم. لولا ام سعيد شافتهم بالصدفه. ام سعيد كانت بتراقبهم؟ بتراقب ايه يا اخويا؟ دي كانت بتنشر الهدوم بتاعت ابنها عشان مسافر الفجر الجيش، الواد ممدوح. حظهم اسود. حظهم اسود ان ام سعيد تطلع في الوقت ده. ولا اغنيه ولا دوشه. بص على السكت. ناس بتخاف، ناس بتخاف من الحسد. بس اقول لك الناس دي معاها حق برضه. معاها حق في ايه يا اخويا؟ احنا نفرح لها، هو احنا هنزعل؟ ماشي، في ناس تفرح انما في ناس ثانيه عينها صفره تبص للحاجه دي. بص بص زي ما انت قلت، هو الرخامه وقعت. بص بص بص، هو حد كان شافها؟ يعني الرخامه وقعت اتكسرت من غير حد كان شافها؟ هو فين ام سعيد كانت واقفه شايفاها؟ ام سعيد ايه اللي تبص لها؟ ام سعيد دي ست كمل، ست كمل عمرها ما تبص لحاجه غيرها ابدا. ده هم اللي عالم مقيحه، بيخافوا من اي حاجه. لا وايه؟ طول النهار قاعده في الشارع، طول النهار قاعده في الشارع اللي رايح رصد كده. عينيها على اللي رايح واللي جاي. والله وست كم ده عينيها تفلق الحجر يا شيخه. تقولي لي كم حرام عليك يا اخي. اسكت انت، عارف حاجه؟ انا ما بقولكش على ام سعيد. ام سعيد اللي قاعده طول النهار. انا قصدي على الوليه المخفيه، ام وليد اللي لسه جايبين العزاء. تعرف حاجه؟ لا لا، انا مفكرك بتكلمها على المسائل. قاعده طول النهار في الشارع رصد كده، اهو رصد بقول لك، عينها على الاكياس. اسكت. مش عارف ايه الدنيا دي بقى، عينيها صفرا. مش البت نوها ولدت؟ بجد والله. توأم توأم. هم داريين مخبيين. جبت ولدين ولا بنتين؟ ولا وبت. ولا وبت توأم؟ يا بنت اللعيبة، يا بنت اللعيبة. شفت؟ شفت؟ انت تلاقي جوزها ده طاير من الفرح. ده كان بيقول لك ايه؟ انت متأخرة في الخلفة وعملية ومش عملية. جابت له توأم مرة واحدة. شفت؟ ما شاء الله. نقول لك عاملة عملية ب 30,000، هم كدابين. الناس دي عداري ليه طيب؟ معرفش. انا هنحسدهم. يا اخويا نروح نعمل الواجب ونلقطهم كمان نديهم فلوس. وانا مش هروح انقطها ابدا. مش رايح. لا مش فاهم يعني، انت خايف. قال لك ايه؟ مش هنعمل سبوب. هم اللي خسرانين يا شيخه. مش عاملين سبوب ان شاء الله. ما عملت. هم اللي خسرانين يا شيخه. صحيح. خد بقى القنبله دي بقى.
عارف البت مراد سامي اللي لسه متجوزه من كام شهر؟ ما خدش بالي منها قوي. البت اللي هي الصفيفه دي اللي هي تالت بيت وانت جايه من على اول الشارع ناحيه اليمين. ايوه. مالها دي؟ ديت بقى يا بابا طلعت بتدي دروس في البيت ومخبيه. دروس خصوصيه في البيت؟ عندها 27 عيل وعيله. 27 يا بنت اللعيبه. بتاخد على العيل 50 جنيه. شفت؟ طب والعيال دي بتخش وتطلع ازاي من غير ما حد يشوفها؟ وقت الساعه 2 ما يبقى الشارع كله مقيل في الوقت ده. بس نصحى. واكيد بقى مش بيخشوا مع بعض دفعات يعني اتنين تلاتة داخلين. اه يا ولاد اللعيبه. طب مش عارف حاجه. اسكت. بلاوي بتحصل في الشارع. عارف البنت سعيده؟ مالها؟ طلعت بتزود اللبن بتاعها ميه. اقعد ساكت. لا 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 لا. اه البنت الهام خدت منها يا بابا وبتقول حطته في التلاجة عشان يعمل ولا جاب حتة قشطة قد كده وحط. لا ده كده عليه مية. يا ساتر يا رب. الناس دي جرها ايه؟ انا اصلا ما برتاحلهمش. الناس دي جرها ايه؟ شفت؟ بتزودوا مية. سيبك انت بقى. ايه؟ خدي بقى الخبر اللي عندنا. ايه؟ جايبهولك لسه طازة من المنبع. اوه اللي حصل؟ طالع من الشغل النهارده. يا دوبك ركبت الموتوسيكل بتاعي ولسه طالع من المحكمة. الاقي لك مين قاعد في الجنينه اللي قصاد المحكمه على طول. مين؟ البت سامي. يا نهار اسود. قاعده مع عيل وماسك ايديها وعمالين بيشربوا في عصير. ما يمكن خطيبها. خطيبها انت ايه؟ اتخطبت امتى؟ احنا قاعدين في الشارع ليه النهار ده؟ ما يمكن يا اخويا. ما انت وعندنا الاخبار كلها. لو في نمله دخلت في الشارع هنعرف. في ناس بيعملوا حاجات في الاستخف بص كده ما بتاخدش بالك منها. لا دي لوحدها كارثه. ده بابا شهراني. المشكلة كمان ان الولد اللي كان قاعد معاه ده انا بشبه عليه. مين؟ شكله من البلد. مين؟ مش عارف اسمه بس شكله مش غريب عليا. لا انا عارف شكله. انا هروح اتصل على المساعد دلوقتي واقول لها. ما هتعرف منين؟ بقول لك لسه الخبر طازه. هو لسه انا هقول لها. انا هقول لها بقى. خليها برضه ايه تقول لها ولا سيبيني انا اكلم ابوها. لا مالكش دعوه انت. احنا هنتصرف. انا خاف اكلم ابوها ان حاجه يهب فيا ضد الراجل. لا 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 مالكش انت دعوه. انا هقول لام سعيد وام سعيد تقول لام عماد ونتصرف. بصي انا عايزك انت وام سعيد ديت ما تسيبوش بعض نهائي. لا لا ما تقلقش. قاعدين مع بعض ليل نهار. انا عايز كل صغيره وكبيره في الشارع دوت تبقى عندي. يا حبيبي انت بتقول ايه؟ ده انا وهي كده اهو توينز جاح. ده اللي انا عايزه. انا مش عايز كل شر. بص كل شر ورد. تبقى عندي اخبار تانيه عندك ولا كده؟ انا عماله بجمع واشوف الباقي فين. لا الشارع ده كده خلاص احنا صفيناه. كده خلاص؟ اه لا مفيش حاجة تانية. مفيش أي حاجة تانية في الشارع؟ وبعدين هقوم أتصل على المساعد بقى دلوقتي أقول لها على البت سلمى. أيوه الله ينور عليك. اه. ماشي. طب إيه أخبار بقى البت اللي أنت كنت بتقولي عليها عند أمك ديت؟ لا الست دي عايزة كوباية شاي ونقعد نتكلم كده على رواقة. أقوم أعمل كوبايتين شاي كده حلوين. قوم أعمل لنا كوبايتين شاي كده وتعالي احكي لي بالتفصيل. حاضر يا أخويا.